أستاذ، الجائحة ديال كورونا فرضت علينا مجموعة يعني من الأشياء اللي هي صانع التقليد بالخصوص ما كانش كيعرفها. نتوما يعني كمتخصص في هذا المجال، شنو رسائلكم وشنو ممكن اقتراحاتكم للصناع التقليديين باش يتجاوزوا هذه الأزمة يعني هذه ديال كورونا؟ تفضل. هذه الأزمة ديال كورونا يعني جات واحد الفرصة باش نوضعوا واحد النقطة ونشوفوا أنه يعني نديروا واحد التشخيص أولي ما قبل كورونا وما بعد كورونا، يعني شنو يمكن له يدار. فاش كنهضروا على ما قبل كورونا، يعني شنو هي الوضعية اليوم ديال الصانع وشنو هما الأسئلة اللي خصو يجب أن يعني يطرحها على راسه باش ينتقل لواحد المرحلة جديدة. فاش كنهضروا على هذه النقطة ديال إعادة النظر في كيفية التسيير، لأنه الصانع اليوم كيفكر كصانع وليس كمسير مقاولة. فاش كنهضروا على تسيير مقاولة، كنهضروا على الكيفية التي يمكن اليوم أنها تحقق أرباح، يعني تحقق مداخيل قارة لهذا الصانع. اليوم الصانع يعني في أزمة، هذه الأزمة كانت عنده قبل هذه الجائحة وتعمقت هذه الأزمة أكثر من خلال هذه الجائحة. اليوم الانتقالات من المرحلة اللي خصو الصانع التقليدي أنه ينتقل لها، كاين أولا هي واحد المرحلة ديال إعادة تسيير التفكير المقاولاتي عنده. هذه علاش كنشير على هذه النقطة هذه، لأنه أول حاجة اللي خصنا نعرفه المشكل ليس بمشكل مادي. فعلا جميع الصناع اليوم في أزمة مالية. الحلول المالية الحمد لله بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك وبمبادرات المتواجدة اليوم وبالشراكات القطاع البنكي، المشكل المادي له الحل. ولكن المشكل اليوم هو مشكل أولا ديال التسيير، ومشكل الثاني هو ديال التسويق. فالصانع اليوم في جهة درعة تافيلالت هو يعاني من توقف الحركة، لأنه كان كيسوق بواحد الطريقة اللي هي تسويق عن طريق معارض أو تسويق لواحد السوق سياحية. اليوم السياحة توقفت الداخلية والخارجية، كنهضروا على المعارض توقفت. إذا ما هو الحل؟ يعني هنا فاش كان خصنا إعادة النظر في عملية ديال التسويق ديالنا. في إعادة النظر ديال هذه العملية، الانخراط اللي كاين أو إلا جينا نشوفوا واحد الحصيلة ديال الشركات اللي نجحات في هذه الجائحة، هما الشركات اللي اعتمدت على التسويق الإلكتروني. حتى يعني زبناء في العالم كله ولاو كينخرطوا في هذه التجربة هذه. يعني اليوم فاش كنهضروا على واحد زبناء جدد، هي زبناء تعتمد عن شراء الحاجيات ديالهم عبر الانترنت. اليوم كمنطقة ديالنا ديال درعا تافيلالت، مع الأسف أنها دائما كانت كتعتمد أنه الزبون يجي عندها. عندنا هذه الفرصة هذه ديال الانتقال للتسويق الإلكتروني، هي أننا نحن نبحثوا على الزبناء، وطريقة ديال البحث كتكون أسهل من أنني كاع نوضع واحد المحل ونعرض فيه المنتوجات ديالي. لأنه فاش كنجي نشوف واحد المحل كنعرض، يعني عندي واحد القيمة كرائية ديالو، عندي مصاريف لاستهلاك الكهرباء والماء ديالو، وفي الحين الزبناء اللي كيقدروا يدوزوا عندي واحد العدد قليل في اليوم. في الحين في التسويق الإلكتروني يمكن لي أنا تكون عندي إذاعة ديالي في يوتيوب، أو لا تكون عندي واحد لاباج ديالي في انستغرام، أو لا تكون عندي واحد لاباج ديالي في فيسبوك. يعني ماشي ضروري أنني غادي نخلق واحد الموقع إلكتروني سيت. هاد المواقع هذه إذا كانوا عندي أنا عندي زوار لهذه المواقع، وعندي الكيفية حتى كيفاش نحصل على هذوك الزوار، وكيف نحصل على المشتركين مثلا في القناة ديالي ديال يوتيوب، هذا غادي يسمح انني غادي نعرف بالقدرات ديالي كصانع اليوم، واخا نكون متواجد واحد المنطقة نائية جبلية في جهة درعا تافيلالت، انني يمكن لي نعرض هذا المنتوجات ونعرض هذه الخدمات ديالي. الشيء اللي غادي يسمح لي انني غادي نطور رقم المعاملات ديالي وانا جالس في الدار. يعني هذا هو الامتياز الجيد اليوم في التجارة الإلكترونية، انه الانسان انه يمكن له يشتغل في اي وقت ويفتح المحل ديالو في اي وقت. يعني يكفي انه تكون عنده هذاك رابط الاتصال اللي هو لا كونيكسيون انترنت. بالنسبه يعني لهذا الاطار، يعني كتوجدوا الاتفاقيه الشراكه مع الغرفه، شنو نتوما يعني من المنتظر انه تقدموا للصانع التقليدي في اطار الاتفاقيه اللي ربما غيتصدق عليها يعني في الدورات المقبله؟ صحيح. اليوم التعاون البلجيكي
والغرفة الصناعة التقليدية هم في طرح واحد المشروع ديال 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 المواكبة النسائية من خلال برنامج من أجلك. هذا البرنامج اللي انطلق في 2016 وكان احتضنته تعاونية الحيك المضغري برئاسة الرئيسة مدام سناء القندوسي اللي كنشكروها كثير لأنه هي من خلال يعني من خلال هذا البرنامج طورات القدرات النسائية وطورات التعاونيات ديالها. واليوم هذا البرنامج جا في حلة جديدة يعني جينا دابا اليوم في 2020 إلا بالحلة الجديدة اللي ارتئينا لها هي أننا غادي نجيو غادي نخلقوا غادي نواكبوا يعني تكوينات الوحدة تاعو مجموعة ديال التعاونيات اللي غادي نحاولوا أننا نخلقوا لهم هذه المواقع ونكولهم على كيفية تسيير هذه المواقع لأن يعني الأهم من الأكثر هو التسيير يعني ما بعد الخلق المواقع وتكوين مكونين. يعني الهدف هي أنه هذه خصها تدخل كثقافة اليوم تسويقية عند الصانع التقليدي وعند التعاونيات ديال المنطقة وهذا هو الهدف ديال هذا البرنامج في حين أنه يعني الغرفة غادي تقدر توفر الآليات اللازمة من أجل التصوير ومن أجل يعني خلق جميع وسائل التواصل للتعريف بالمنتوجات ديال الصانع ديال الجهة.